زي ما كنا بنتكلم معاكم في بداية حلقتنا النهاردة، تفاصيل ثمار مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار. هي مبادرة توفير التدخلات الجراحية العاجلة للمواطنين على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. مبادرة نفذتها وزارة الصحة وأثمرت عن أرقام وتوجيهات واستراتيجيات جديدة هيتم العمل عليها قريب جدا. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة، عن عدد العمليات الجراحية اللي تم الانتهاء منها. بصحبتنا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بالتأكيد هيبقى فيه أرقام وقصص وحكايات عن هذه المبادرة من بدايتها حتى 2024. أهلا بك يا دكتور، منورنا صباح الخير. أهلا بحيك يا فندم. دكتور، واضح جدا من العنوان إنهاء قوائم الانتظار. كان في عندنا أزمة في قوائم الانتظار وانتهت بكلمة إنهاء بتدخل رئاسي من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. المبادرة بدأت في 2018. من 2018 لغاية النهاردة بالتأكيد في محطات كتير جدا. لو نذكر كده يعني إيه أهم المحطات اللي حصلت في هذه المبادرة؟ يعني زي ما هيك قلت، احنا بدينا بتوجيه مباشر من السيد الرئيس في يوليو 2018 عشان الواحد يبقى منصف. لازم يقول ما قبل وما بعد. التدخلات اللي تشملها المبادرة هي مجموعة من التدخلات ذات المهارة والتي تحتاج إلى دقة كبيرة و تخصص عالي. احنا بنتكلم على الزراعات، زرع الكلى، زرع الكبد، زرع القوقعة بالنسبة للأطفال، بنتكلم على جراحات المخ والأعصاب، بنتكلم على جراحات العظام اللي منها المفاصل، جراحات الطب العيون زي الزراعة القرنية، بنتكلم على القلب المفتوح وجراحات القلب والقساطر القلبية، وتم مؤخرا إضافة القساطر الطرفية سواء المخية أو للأوردة الطرفية. فطبيعة التدخلات في حد ذاتها هي تدخلات ذات مهارة طبية عالية. طيب احنا في 2018 كان معدل زمن الانتظار عشان الواحد يدخل يعمل عملية قلب مفتوح او قسطرة، كنا بنتكلم من 12 الى 16 شهر، يعني من سنة إلى سنة ونص تقريبا. يكون الرجل توكل على الله يعني، وإذا لم يحدث فتخيل أنت المعاناة التي يعانيها الإنسان عشان يعمل عملية قلب مفتوح ولا عملية قسطرة ولا عشان يعمل عملية مفصل. يقعد المفصل كنا بنتكلم في 3 سنين أحيانا. فالنهاردة إحنا متوسط الانتظار قبل حدوث الإشكالية الخاصة بالعملة كنا بنتكلم في أسبوعين، وأثناء الإشكالية الخاصة بالعملة كنا بنتكلم في 4 أسابيع. النهاردة بعد انتهاء أزمة الدولار الحمد لله رجعنا تاني لمعدلات الأسبوعين كمتوسط للانتظار. فأنت حضرتك فتخيل بقى الفرق من 16 شهر لأسبوعين. عملنا كم عملية؟ عملنا أكتر من 2,300,000 عملية خلال الفترة دي. تكلفتها تقريبا 17 مليار جنيه. المواطن تحمل قد ايه؟ ولا حاجه. الدوله بتتحمل كافه النفقات، بالاضافه الى ان هناك دعم من الدوله، دعم من الجمعيات الاهليه، جمع من صندوق تحيا مصر، دعم من اتحاد البنوك. فالحقيقه انه هناك تضافر للدوله كحكومه، كمجتمع مدني، كاتحاد بنوك لتحقيق الامن الصحي للمواطن المصري. طيب عشان برضو الناس تدرك اكتر هي احنا كنا فين ورحنا فين، هدي لهيك مثال بعمليات زرع القوقعة. اسرة عندها طفل اتولد ما بيسمعش، تخيل كده ايه المسار الطبيعي بتاعه؟ ما بيسمعش، ما بيتكلمش، مش هيخش مدرسة عادية. لو دخل مدرسة هيدخل مدرسة الخاصة بالإشارة والصم والبكم. هيخرج عنده تحدي كبير جدا لأنه مش عارف يتعامل مع المجتمع. هيبقى له مجتمعه الخاص اللي بوظائفه الخاصة لو لقاها أو ما لقاهاش، اللي بمساره الحياتي
اللي هينشئ أسرة في الغالب الأعم هتبقى فيها نفس الإشكالية. ده كان المسار الطبيعي قبل أن يتدخل السيد الرئيس في 2018 ويوجه بالعمل على القضاء على الانتظار غير المبرر. نفس الطفل ده ونفس الأسرة دي النهاردة لما اتعملت له عملية زرع القوقعة على سن 5 سنين دخل مدرسة عادية، كمل في الدراسة، خلص الثانوية العامة، دخل الجامعة، لقى عمل وأصبح عضوا فاعلا في المجتمع وقدر أنه يعيش حياة طبيعية. طب في كم واحد من ساعة المبادرة دي وكم أسرة استفادت من ده؟ في أكتر من 7300 أسرة ب 7300 مواطن حياتهم اتغيرت 180 درجة من إنسان لا يستطيع أن يكمل تعليمه بشكل طبيعي إلى أنه إنسان ممكن يبقى في أقصى درجات النمو التعليمي والأكاديمي، ممكن يبقى أستاذ جامعي، ممكن يبقى طبيب، ممكن وأصبح عضوا فاعلا في المجتمع. فأنت نقلت من حال إلى حال، من حياة إلى حياة، وده لكم واحد؟ بقول لك اكتر من 7300 منذ بدء المبادره. وده تخصص واحد اللي هو زراعه القوقعه. ده في تخصص واحد لكنه غير حياتك طبعا. قس على ذلك بقى بقيه الامراض المرتبطه بالمبادره الرئاسيه. احنا الانسان قبل المبادره كان فين وبقى فين؟ في بقى كم واحد كنا فين وبقينا فين؟ 2,300,000 وما زلنا مستمرين. هل ومش هنقف، لانه في النهايه مبادرات السيد الرئيس هي مبادرات مستدامه للحفاظ على الصحه العامه للمواطنين، لتقديم حياه كريمه. ما هو في النهايه الهدف الاسمى للسيد الرئيس هي حياه كريمه للمصريين، وحياه بدون صحه بالتاكيد ليست حياه كريمه. طيب دكتور حسام، بما ان حضرتك ذكرت فكره الاستدامه ودي نقطه مهمه جدا، خلينا نعرف من حضرتك رؤية الدولة المصرية، الاستراتيجية اللي كانت الدولة المصرية حريصة عليها ان هي يعني تسير عليها في انهاء قوائم الانتظار. كان في اكتر من مرحلة والحقيقة كل المراحل هي مهمة جدا، لو حضرتك تعرفنا على هذه المراحل. يمكن البداية على خلاف الناس ما بتتخيل انه دائما بتبقى المشكلة هو نقص التمويل. الحقيقة نقص التمويل هو جزء من المشكلة، لكن احنا مش كل مشاكلنا ولا اكبر مشاكلنا هي نقص التمويل. احيانا بيبقى الاستغلال الامثل لموارد الدولة هو العائق الاساسي، او عدم الاستغلال الامثل لموارد الدولة هو العائق الاساسي لان الدولة ما بتتحركش لقدام في اي مجال. يعني انا اذكر في البداية اول ما عرض على السيد الرئيس في 2018 في عمليات القسطرة مثلا، انه كان عندنا ما يقرب من 8,000 حالة مستنية للرقم اللي احنا بنتكلم عليه ده. ولما جينا لقينا انه احنا في مصر عندنا ما يقرب من 80 جهاز قسطرة بس متوزع في الدولة، اللي يتبع الصحة واللي يتبع التعليم العالي واللي يتبع المجتمعات الجامعات الأهلية واللي يتبع مستشفيات أخرى، لأنه بيشارك في هذه المبادرة الحقيقة كل الجهات. احنا عندنا مستشفيات القوات المسلحة بتشارك، مستشفيات الشرطة بتشارك، المستشفيات الخاصة، القطاع الأهلي، كله بيشارك. طيب متوسط عمل القسطرة لو احنا بنشتغل في المتوسط، الجهاز بيشتغل 10 حالات إلى 15 حالة في اليوم. فلو لقينا يعني 8,000 حالة دولت كانوا ممكن يخلصوا في أقل من أسبوعين ثلاثة. طب ليه ما بيخلصوش؟ لأنه الجهة اللي عندها الجهاز ممكن ما يبقاش عندها الكفاءات، والجهة اللي عندها الكفاءات ممكن ما يبقاش عندها المستلزمات، والجهة اللي عندها الكفاءات والمستلزمات بدل ما بيشتغلوا 10 حالات بيشتغلوا حالة. لما كان هناك قرار بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة وإن كل الأجهزة دي تشتغل، بالإضافة طبعا في خلال الفترة اللي فاتت كمان تم ضخ تمويل لزيادة عدد الأجهزة دي، لكن في النقطة البداية كانت هو الاستغلال الأمثل لموارد الدولة. مفيش ما يمنع خالص إنه أنا في الجامعة عندي كفاءات إنه يشتغل في الصحة، أنا في الصحة عندي مستلزمات نديها للجامعة. بينتدب ولا حضرتك بتديله توجيه ولا يعني
يعني افهم ان ممكن دكتور من الشرطه يروح يشتغل في 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 مستشفى جامعيه اهليه بعد الظهر بتوجيه عشان بالظبط زي ما حضرتك بتقول كده بتسهيل القواعد الإدارية البيروقراطية المرتبطة بالتوظيف. طب ده بالنسبة للكوادر يا فندم، بالنسبة للمستلزمات والمستلزمات كده، فأنا النهاردة لما أنا في الصحة مسؤول عن صحة كل المواطنين. المواطن اللي بيتعالج في الجامعة ده لما أنا بدي المستلزمات للجامعة، طب ما أنا مسؤول عن المواطن ده، حتى لو كان بيتعالج في أي مكان. اللي بيتعالج في القطاع الخاص أنا كدولة مسؤول عنه، وبالتالي لما طالما أنه في النهاية المواطن لا يتحمل التكلفة، اي عوائق اداريه او عوائق ماليه او مستلزمات تروح من هنا لهنا، مش بس كده، ده احيانا كان ما بين نفس الجهه، كان تبقى في مستشفى تتبع الصحه عندها مستلزمات زياده، ومستشفى تتبع الصحه يا في محافظه تانية يا في مكان تاني ما عندهاش المستلزمات، يقول لك اصل النقل وعهده كل هذه الامور تم التغلب عليها للوصول الى ان استغل الموارد الدوله وامكانيات الدوله المصريه القويه جدا. أكبر استغلال عندما نعمل جميعا. عشان كده بقول لحضرتك احنا الحكومة تعمل في هذه، أعني المستشفيات الحكومية، القطاع الأهلي بيعمل، اتحاد البنوك بيدفع، صندوق تحيا مصر يدفع. صحيح. ثم كان يمكن رقم اثنين في الـ في الـ في, الـ في الاستراتيجية، وهو إنه يبقى فيه تسعير عادل للخدمة. انه الخدمه والتسعير ده اللي بتدفعه الدوله، عشان برضو يكون واضح حضرتك عشان نوضح للساده، تسعير عادل تدفعه الدوله، يعني مش لاني انا الدوله فاجي اقول لك انه انا هعمل لك القسطره بجنيه، لا، انا الدوله القسطره تكلف كذا، انا سوف ادفع هذا السعر العادل كدوله لمقدم الخدمه. وعشان كده بقى في اقبال كبير من مقدمي الخدمه بما فيهم القطاع الخاص. ليه؟ لأن الدولة تتعامل بشكل عادل مع الخدمات المقدمة. الجزء الثالث كان إنشاء غرفة مركزية بتتابع يوميا المستشفيات، المرضى، وبعد ما بتعمل العملية بيتم الاتصال بالمرضى عشان نطمئن إن هل الأمور تسير على ما يرام ولا يحتاج الأمر إلى تدخلات أخرى. في شق هنا مهم جدا، عدالة التوزيع يا دكتور. المحافظات 27 هل بيسيروا بنفس الشكل او هذا الايقاع اللي بيحصل في العاصمه والمحافظات الكبرى؟ لقينا نقاط ضعف عززناها ازاي؟ بالتاكيد منظومه الصحه في سيناء غير اسوان، غير مطروح، غير القاهره واسكندريه. طب خليني اقول لحضرتك انه الدوله المصريه الحقيقه خلال العشر سنين اللي فاتت نجحت الى حد كبير في ان يكون هناك عداله الى حد كبير في منظومة الخدمات الصحية في 27 محافظة، وإنه خلال العشر سنين اللي فاتوا مفيش محافظة ما تمش فيها تطوير وإنشاء ورفع كفاءة أماكن تقديم الخدمة الصحية، سواء وحدات الرعاية الأساسية أو المستشفيات. ولو بصيت على 27 محافظة مش هتلاقي محافظة مفيش فيها مستشفيات جديدة اتبنت وعلى نفس المستوى الذي تم في منظومة التأمين الصحي في بورسعيد. طيب في بعض الأحيان بيبقى في محافظة من المحافظات البعيدة مفيش فيها لسه، لأنه بناء الكفاءات أصعب بكتير من بناء الإنشاءات، فلسه ما فيهاش نفس المستوى المهاري للناس اللي موجودة في القاهرة. بنعمل إيه؟ بنعمل الفرق الطبية المتنقلة. عشان كده على ذكر شمال سيناء مثلا، احنا انهينا قوائم الانتظار في شمال سيناء من خلال انه كان في رحنا عملنا قوافل طبيه من اساتذه الجامعات، قناه السويس، الزقازيق، الازهر، اقرب جغرافيا، نقلنا الفرق الطبيه اشتغلت خلاص. لسه في السويس العام احنا انهينا قوائم الانتظار في الاساطر القلبيه في محافظه السويس لسه خلال من يومين، عندنا زيرو دلوقتي في الاساطر من خلال برضو التعاون مع جامعات حلوان. بس الفرق الطبية المتنقلة دي يا دكتور تقدر ان هي تجري عمليات دقيقة يعني؟ ايوه، انت بتتكلمي على اساتذة واستشاريين وسواء لا انا بتكلم على استعدادات، مش بتكلم على الكوادر. ما هو ده اللي انا بقول لحضرتك، انه خلال العشر سنين اللي فاتت ما عادش عندك محافظة لا يوجد فيها مستشفى قادر من الناحية التجهيزية والانشائية على تقديم خدمة طبية من المستوى الثالث اللي هي اعلى مستويات الخدمة الصحي. ما عادش عندنا ده. احنا
في أكثر من 1024 مشروع طبي، وسواء ما بين بناء جديد أو تأهيل أو إحلال وتجديد على في 27 محافظة. الحمد لله أنا وأنا بمنتهى الثقة والاطمئنان ما عنديش النهاردة محافظة من محافظات مصر ما فيهاش مستشفى من الناحية التجهيزية والإنشائية تستطيع أن تخدم أي نوع من أنواع الخدمات الطبية. طيب بجانب عدالة التوزيع يا دكتور، خلينا نعرف السادة المشاهدين، يعني على أي أساس بيتم اختيار الحالات اللي خلينا نقول بيبقى ليها أولوية لإجراء العمليات؟ هل ليها علاقة بعدالة التوزيع في المحافظات أو في المناطق، ولا ليها علاقة بالحالة الصحية للمريض؟ إيه الاشتراطات اللي لازم تكون موجودة لو في اشتراطات؟ يمكن جزء كبير من نجاح منظومة القضاء على قوائم الانتظار، وعشان كده في دائما توجيه رئاسي بالتوسع بشكل كبير في هذا، هو الرقمنة أو الميكنة. النهاردة المستشفيات المشاركة كلها في مبادرة السيد الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، المريض بيروح يكشف، أول ما بيكشف بيتم إدخال التشخيص إلكترونيا على المنظومة. أنا في التدخلات عندي جراحة عظام، جراحة أورام، جراحة عيون، ذرع قوقعة، ذرع. أول ما المنظومة بتقرأ واحدة من التدخلات دي على طول المريض بيتم تحويله إلكترونيا الملف على الغرفة المركزية لقوائم الانتظار. تيجي الغرفة المركزية لقوائم الانتظار عندها قاعدة بيانات واضحة، أنا كشفت في مستشفى إكس في أسيوط، المريض ده واحد من ضمن حالات قوائم الانتظار أو التخصصات الخاصة بقوائم الانتظار، بيروح طالع لي في المقابل السعة الاستيعابية للمستشفى دي 10 عمليات رمض في اليوم مثلا. طيب وهو عنده على القوائم الانتظار 11 عملية، يبقى المريض ده ممكن يدخل وبتأكد من توافر المستلزم، يبقى المريض ده ممكن يعمل العملية بعد، لأنه في برضو فترة الناس برضو ما بتاخدش بالها منها وهي فترة التحضير للعملية. هو كده مش في قوائم الانتظار أو هو كده مش منتظر. أنا لا أبقى الانتظار بيبدأ إمتى؟ لما أخلص كل تحاليلي وفحوصاتي ويتم الكشف عليا أنا جاهز لإجراء التدخل الجراحي. طيب خلاص المريض لقينا إنه المستشفى دي ممكن يعمل في اليوم بعد يومين ثلاثة أسبوع خلاص بيكمل في المستشفى، لا لقيت انه معدل الساعة الاستيعابية وقوائم الانتظار في المستشفى دي ده هيستنى شهر. المستشفى التانية اللي في أسيوط اللي فيها إمكانية بروح ناقل المريض وببلغه فندم انت العملية دي ممكن تعملها في هذه المستشفى بعد شهر، لكن ممكن تعملها في المستشفى الأخرى اللي في أسيوط بعد ثلاثة أيام. صحيح. كل ده بيجري مميكنا. ده جزء من نجاح المنظومة وهي ميكنة النظام الصحي. سؤال الأخير، فهمت من حضرتك أن كان في مشكلة فيما يتعلق بالعملة الصعبة، وهي صعبة في بعض الأحيان أن احنا نستورد بها بعض المعدات. مظبوط. أو الأجهزة أو خليني أقول أن ما عنديش مشكلة في المعدات، لأن احنا الحمد لله عندنا تغطية من التجهيزات كبيرة، لكن كانت المشكلة في المستلزمات. المستلزمات عملنا إيه؟ يعني ازاي ادارت الدوله المصريه ممثله في وزاره الصحه ازمه العمله الصعبه؟ طيب في جزء منها بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، انه جعل المنظومه الصحيه على راس اولويات توفير العمله زيها زي الاكل والشرب من خلال البنك المركزي. ده كان جزء. الجزء الثاني ان انا قعدت توزيع المستلزمات، يعني اللي عنده 10 وهو بيعمل عمليتين باخد منه 2 بوديها لحته تانية، اللي هو اعاده استغلال ما هو موجود داخل الدوله. الجزء الثالث ان انا بعمل العمليات الاكثر تهديدا للصحه قبل العمليات الاقل تهديدا للصحه. طب ده عمل ايه؟ زي ما قلت لحضرتك كده وبوضوح، احنا كان المتوسط اسبوعين، لكن خلال الازمه ممكن بعض التدخلات وصلنا لاربع اسابيع، لكن ما زلنا بعيدين كل البعد عن 16 شهر. يعني الحقيقه مجهود كبير جدا جدا، ويمكن احنا حاسين باثره كمان يا دكتور، لانه زي ما حضرتك كنت بتتحدث في وقت سابق كان المشكله بتقعد لاشهر طويله جدا، حتى يمكن المريض نفسه ما كانش بيبقى عارف هيقدر حتى يستفيد من العمليه دي او لا. فالحقيقه يمكن ده مجهود كبير قوي، فكره ان المواطن يكون
حاسس بدعم الدولة ليه وحاسس أنه فأمن لو فعلا حالته الصحية تستدعي وتحتاج أكيد هيستفيد من هذه المبادرة. وخليني أقول هيك أنه أخيرا وليس آخرا، أنا عندي رقم 15300 ده رقم الخاص بالمبادرة، فكل من محتاج سؤال استفسار عنده أي نوع من أنواع التحديات 15300 هنتعامل معك بشكل مباشر. صحيح. ونقول لك إحنا فين وانت فين ووضعك ايه. جزيل الشكر يا دكتور. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا وشرفتنا يا فندم، ويمكن القينا الضوء على اهم محاور انهاء قوائم الانتظار المبادره الرئاسيه العظيمه خلال حوار حضرتك. شكرا جزيلا يا فندم.